تفاصيل جريمة قتل مروعة صدمت الجزائريين بصفة عامة وأصحاب الجبة السوداء بصفة خاصة، حيث زارت قناة النهار عائلة الضحية المحامي سفيان الذي وجدت جثته بغابة بوشاوي بالعاصمة وهي مهمشة على مستوى الرأس. الضحية وهو شاب التحق بمهنة المحاماة مؤخرا غاب عن منزله العائلي مدة أسبوع كامل. وقد وجدت قناة النهار عائلة الضحية القاطنين بتلملي بالعاصمة وجيرانه أصدقائه تحت الصدمة، وعاشت قناة النهار أجواء الحزن ونقلت شهادات العائلة المصدومة في فقدان فلذة كبدها. ليليا داود وطارق دريدي رصد التالي. ربي يرحمه على كل حال. وهذا إنسان، هذا إنسان جاي للدنيا، فهمت، صغير، والغدرة هذه مش عارف كيفاش تقتل، ما على بالك واش كيفاش تقتل، والله ما على بالنا. دوك حنايا قال لك صابوه في الغابة تاع بوشاوي ميت، قاسوه ثما، ومين قتل البلاصة اللي فيها الله أعلم. حتى اللي حبسوا عليه، أنا قلت كل يوم نسمع لي باو جاي هكذا، قلت يجي ما عندي، باسكو مداري يعيط لي مور العيشة يجي ومداري يعيط لي يروح لبلاصة ولا يدير حاجة يعيط لي دايما تليفوني لي، خاطر على باله بلي نتقلق عليه. على روحي ما نتقلقش، بس عليه ما لازم ما نتقلق. نلقاوه في بوشاوي مضروب بلوكة على راسو مسكين، خمجوا له كاع وجهه. كي سقسينا الدار قال لك يا ودي ماشي عفير هكذا، شغل تحاملوا، ماشي الضرب تاع انسان واحد ولا، قال لك شغل تحاملوا والدواء بالتما قلنا استغفر الله، حسبي الله ونعم الوكيل.